اسمي اسماعيل عجاوي، عمري 17 سنة. قدرت أحقق بفرع علوم الحياة شهادة البكالوريا المرتبة الأولى على الجنوب والمرتبة الثامنة على لبنان، وقدرت أحقق منحة دراسية على جامعة هارفارد لأدرس تخصص البيولوجيا الفيزيائية والكيميائية، وطموحي هو إنه هذا التخصص يمكنني أكفي طب بعدين. محيط المدرسة واللي هو المخيم بيعاني من صعوبات كتير، أهمها إنه مثلاً الكثافة السكانية والعدد البيوت المتزاحمة على بعضها ما بيساعد كتير الطالب الفلسطيني على الدرس، وهيك في كمية قليلة من المنح وكل سنة يعني عم بتقل أكتر. هاي مدرستي ثانوية دير ياسين اللي درست فيها. الفترة اللي قضيتها فيها كانت فترة متعبة وحلوة بنفس الوقت. بقول لرفقاتي بهاي المدرسة إنه يشدوا همتن ويحافظوا على دروسن ليقدروا يوصلوا اللي بدهم إياه ويحققوا أحلامهم مثل ما أنا قدرت أوصل للي بدي إياه.